طيب شيخنا الجليل، هناك فرقة تسمى اللا أدرية، أي لا أعلم ولا يدرون، فهؤلاء يقولون بأنه لا يمكن إثبات وجود الله كما لا يمكن إثبات عدم وجوده. التساؤل الذي يطرح هنا، هل الإله لا يمكن إثبات وجوده إلا من خلال ميتافيزيقيات أو الماورائيات؟ هل يمكن إثبات وجود الله من خلال العلوم التجريبية ومن خلال اللمس والرؤية والحواس الخمس الموجودة لدى الإنسان؟ قطعا ليست فكرة الإله أو الاعتقاد بالإله هي فكرة ميتافيزيقية، لا، يعني مجردة. نعم هنالك هامش كبير من هذا الاعتقاد الديني بوجود الله عز وجل، هو من الغيبيات التي يمكن إدراجها تحت عنوان الميتافيزيقية أو الماورائيات، هذا صحيح. ولكن أصل الاعتقاد بالله عز وجل هذا دلتنا عليها المحسوسات. أنا أحس بوجودي وأنا موجود، فلا بد لي من موجد، العقل هكذا يحكم. هذا الكون من وراء الذي أنظر إليه، السماء والأرض والسهول والوديان والجبال والمخلوقات المتنوعة، هذه كلها لا يمكن أن تكون قد نشأت من العدم مثلا، لا بد لها من موجد. ثم هذه الحياة التي نحن صنف من أصنافها، لا بد أن يكون لها باعثا، هذا الأثر لا بد أن يكون له مؤثر، هذا أكبر دليل على وجود الله.